إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، أيها الإخوة المكرمون، مجلسنا هذا السابع عشر من سلسلة مجالسنا في حديث عن المنهاج النبوي وجديد الإيمان وشعب الإيمان المنعقد في يوم أحد الثاني من صفر في السنة الثانية من القرن الخامس عشر قبل التجديد لخلافة على منهاج النبوة إن شاء الله. نمضي في الحديث عن الدعوة ومقتضياتها والصبر المطلوب من الداعي إلى الله عز وجل. في هذا المجلس وبعده إن شاء الله نتحدث عن صبر الداعي على الدعوة، بعد أن تحدثنا بأمثلة من مواقف المصطفى صلى الله عليه وسلم ومواقف أصحابه عن تحمل الأذى، ذاك صبر وهذا صبر. يقول الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال مجاهد في هذه الوصية أن الله عز وجل أمره أن يعرض عن أذى المشركين، جادلهم بالتي هي أحسن أي أعرض عن ذكر عن أذاهم. وهذا من فضلكم بل هو تابع لقول الله عز وجل: ودع أذاهم. ليس معنى الإعراض عن أذاهم أن يتركهم وشأنهم أو أن يتخلى عن الدعوة أو أن يهون في مقابل معارضتهم ومقاومتهم، بل معنى دع أذاهم وجادلهم بالتي هي أحسن، أن يصبر على الدعوة وأن يستمر فيها وأن لا يقف. الصبر جاء في خبر، الصبر شطر الإيمان، والصبر هو الذي ينقلنا من الحماس الفوار إلى العمل العازم المستمر المستنيد حتى الشهادة في سبيل الله. خلق الإنسان من عجل لا يصبر، من طبع الإنسان أنه قل ما يصبر، ونخاف على الدعاة من الشباب أن يستفزهم المعارضة وأن يستخفهم النشاط والحماس فيخلوا في مقام الصبر النفس الطويل، الصبر على العمل الدائب، الجهاد المستمر اليومي. بهذا تبنى الدعوات، وبهذا يؤسس كل بناء يريد الله عز وجل له القوة والاستمرار. قال الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم:
اصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل اصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل اصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل ومن الصبر ومن آكد الصبر الصبر على الدعوة مهما كانت المقاومة ومهما كان إعراض من تدعوه من أولي العزم من الرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والتأسي بصبرهم بل من أكبرهم صبرا سيدنا نوح عليه السلام يقص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز صبر نوح يدعوه عليه السلام قال الله عز وجل قائل حكاية عن نوح بماذا ناجى نوح ربه هكذا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا إلى آخر الصورة الكريمة سيدنا نوح عليه السلام يقص الله علينا أنواع بليته مع قومه وصبره الدؤوب بالليل والنهار فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون في آية أخرى وما آمن معه إلا قليل آمن معه قليل بعد هذا المدة المديدة كذلك يجب أن يكون الداعي لا يستعجل النتائج ولا يعتد بعدد من معه من الناس ومن استجاب لدعوته مهما كانت الجهود كثيرة وطويلة وكانت النتيجة في رأي العين قليلة فلا يستخفننا هذا ولا نحسب مع الله عز وجل بحساب الدنيا بل نتكل على الله سبحانه وتعالى ونحتسب جهودنا وجهادنا كيفما كانت النتائج لأن الله عز وجل وقت رحمته ف لا ينزل من رحمته إلا ما قدر سبحانه وتعالى في الوقت الذي قدر وبالمقدار الذي قدر قال نوح رب قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا استغراق للزمن كله الداعي إلى الله يجب أن يستغرق عمله الزمن كله في الليل والنهار لا يقول هذا وقت أدعو فيه وهذا وقت أستريح فيه لا راحة لمن يريد الآخرة ولمن يريد وجه الله لا راحة له في الدنيا الراحة تنتظره على صور موضوعة إن شاء الله جعل الله وإياكم من المحبوبين عنده ومن المقربين إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لماذا؟ لا يسمعوا الدعوة صموا عن الدعوة واستغشوا ثيابهم قال ابن عباس تنكروا لكي لا يعرفهم نوح عليه السلام قال مفسر آخر استغشوا ثيابهم أي تجللوا بثيابهم لئلا يعرفهم نوح عليه السلام تجللوا بثيابهم معنى تحجبوا وراءها لكي لا يعرفهم نوح عليه السلام استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا احتقروا نوح عليه السلام وهكذا كل المستكبرين يحتقرون الداعي إلى الله
إنما يدعوهم إلى أن يكونوا إخوة للناس جميعا، للمؤمنين جميعا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يرفعوا صوته بالدعاء طرفا، تحدثوا مع الأفراد سرا، تحدثوا مع الجماعات، يخطبوا على الجماعات، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، خاطبهم بما كانوا يهتمون به. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال قتادة: رأى قوما تتجزع أعناقهم حرصا على الدنيا، هم يلتفتون إلى الدنيا حتى تتقطع أعناقهم من كثرة التفاتهم، وهي تعبير مجازي، من كثرة التفاتهم إلى الدنيا واهتمامهم بالدنيا حرصا على الدنيا، فدعاهم إلى طاعة الله وفيها درك الدنيا والآخرة. هذا كلام قتادة، دعاهم إلى طاعة الله وفيها درك الدنيا والآخرة، كانوا يهتمون بالمال يجمعون. فقال استغفروا ربكم، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ما تطلبوا له من متاع الدنيا يمكن أن يعصيكم الله عز وجل أمثاله بالأكثر منه إن أطعتموه واستغفرتموه ورجعتم إليه. وهكذا المؤمن لا بد له من متاع صالح، لا بد له من دنيا صالحة، لا بد له من مال صالح، والدعاة لا بد لهم أيضا من مال صالح، والدعوة محتاجة للمال، فهو عصب الدعوة. لكن هل يلتمس الدنيا المال حتى يلهي المال عن الدعوة؟ لا، يجب أن يكون المال في خدمة الدعوة، ويجب أن يكون المال أن يلتمسه من مظانه الشرعية ومن حله لا من حرمته. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم. سنرى أن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابه من الأذى لم يكن أقل من صبر نوح عليه السلام، وإن كانت في مدة أقل. اسمعوا، روى البخاري في التاريخ الطبراني عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فذكرت له، لأختصر من الحديث، فذكرت له ما يصيب المشركين من هم من جراء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وطلبوا إلى أبي طالب أن يكف عنه ابن أخيه. فجاء أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أمضي في صدر الحديث كما أروي، فقال له أبو طالب: ابن أخي، والله ما علمت إن كنت لي لمطيعا، والله ما علمت إن كنت لي لمطيعا، قل عهدي أنك تطيعني في أمرك، وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم، أي تفعل، أنه أن يكف عن الدعوة، أن يقف عن الدعوة، فحلق ببصره إلى السماء، رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق ببصره إلى السماء فقال: والله ما أنا بأقدر أن أدعى ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار. قال: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار.
هل في استطاعة البشر أن يشعلوا من الشمس نارا؟ هذا مستحيل. إليك الرسول بعثه الله عز وجل، فهل يقف في دعوته لأن الناس امتنعوا عن استجابته، ولأن الناس طلبوا منه أن يكف، ولأن عمه وأباه أو جده أو أي ما كان من الناس طلبوا منه أن يكف؟ هذا مستحيل، مستحيل. كما أن إشعال الشعلات من الشمس مستحيل. وكذلك إن أنس الداعي إلى الله من نفسه قوة وعزما، وكان إقباله على ما وعده الله عز وجل من جزاء إن هو بلغ الرسالة، وما وعده الله عز وجل إن هو صبر حتى بلغ الدعوة، وما وعده الله عز وجل لمن مات في سبيله دفاعا عن دينه وتبليغا لدعوته، إن بلغ من علم الرجل أن أصبح يعتبر أن الدعوة أنه وقوفه عن الدعوة شيء مستحيل، ثم نفذ ذلك فلم يقف. وإن تكررت هذه الإرادة العازمة وتمثلت في جسم منظم، في جند مجند، فسيكون الدعاة يومئذ، سيكون جند الله يومئذ قوة لا تقاوم على وجه الأرض. إن أسندت ظهرك إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أسند جند الله ظهره إلى الله عز وجل وتوكلوا عليه حق توكله، وعزموا أنهم يموتون دون تبليغ الرسالة، يموتون في سبيل الله ولا ينفنون ولا يرجعون، فقد انتهى الأمر، وقد تكونت القوة الذاتية التي تحقق النصر للمسلمين، التي بها يحقق الله عز وجل النصر للمسلمين. إن كان في الدعاة تردد، وإن كان في جند الله تململ عن ساحة الجهاد وتأخر وتقهقر، أو إن كانت أنفسهم تحدثهم أن ينثنوا، فإن نصر الله يتخلف. انظروا في هذا المثال القوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وكانت قريش كلها متألبة عليه وتؤلب عليه عمه، وهو كافله وهو مكان أبيه، تتألب عليه وتحاول صده عن الدعوة، ومع ذلك يرفض ويعطيهم هذا المثل الرائع، مثل الشمس التي يستحيل أن تستوقد منها نارا. رواية أخرى عند البيهقي يقول، قال البيهقي أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، أي لا تهلكني ولا تهلك نفسك. إشفاق الشيخ مطالب بن الشيخ فيه وهم يخاف من المشركين، لم تكن فيه القوة الإيمانية، إنه رفض أن يستجيب للدعوة، فلم يكن في قلبه ذلك النور الإيماني الذي يرفع من معنويات الداعي إلى الله عز وجل حتى يصبح لا يحسب حسابا من خلقه كيفما كانوا ولو سمعت الإنس والجن عليه. فقال أبكي علي وعلى نفسي، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاتفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه، بدا له في الأمر، أي غير رأيه فيه، بدا لي في كذا، أي غيرت رأيي في كذا، وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه.
في رواية إسحاق: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا التخويف يهدي ولا الإغراء، لا الرهبة من الخلق تهدي في إيقاف الداعي إلى الله وفي وقف زحف جند الله، ولا التخويف ولا الإطماع ولا الترغيب. يقول البيهقي في روايته: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى. استعبر أي تحلب دمعه، أخذ الدمع ينزل وبكى. في رواية عند عبد بن حميد في مسنده عن ابن أبي شيبة في إسناد ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: ائته يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ والله والده صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي عتبة بن ربيعة ومن عتاة المشركين ومن عتاة قريش، قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة، فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. انظروا هذا المكر، اختاروا أعلمهم بالسحر والكهانة والشعر. سحر، كهانة، شعر، جمعت هذه الثلاثة فجماعها هو مكر، مكر سيء وماكر داهية محتال. وأنتم ترون مكره كيف تمثل في جداله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع له والده: هل أنت خير من عبد الله؟ تكثر صلى الله عليه وسلم قال: فإن الذين كانوا قبلك يعبدون الآلهة. أرأيت هذا نحل، أراد أن يفحم لدي، أراد بهذا المثل الذي أورده أبيه، أراد أن يضيق عليه، أراد أن لا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا. فماذا كانت النتيجة؟ اسمعوا: وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط. السخلة هو المولود، المولود يقال هذا في آدمي في النعجة أيضا، سخلة نعجة صغيرة حدثت عن ولدة من قريب. وبما أن هذه النعجة تكون في حضن أمها، وإن لاحظتم هذا ترون الشاة والنعجة أيضا ترونها كثيرة الحدب على ابنها، تحبه كثيرا وتلحسه وتقرب إليه وترضعه وتخاف عليه أن يصيبه أذى، وكيف نقول صوت شاة تطغو تغى تحن إلى مولودها. كذلك الولد إذا كان محبوبا عند والديه ثم سخله كأنه
كأنه خروف مدلل، وهذا من دهاء هذا الرجل كيف يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة. تقول: إنا والله ما رأينا صخرة قط أشأم على قومه منك. في جملة واحدة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبتين، سبه بأنه طفل مدلل، سبه بأنه طفل غير لا يعرف من أمور الحياة الدنيا شيئا، صخرة، ثم سبه بأنه مشؤوم على قومه. رأيتم الأذى؟ فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا. واليوم كأمس يسمعون السب لهذا الشباب الطاهر المؤمن، يقولون متجنس العيون إرهابي. الداعي إلى الله على بينة والعازم على نصر دين الله لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام ولا تهتز له أذن ولا ينفذ ذلك إلى سمعه، بل يعرض عنه إعراضا ويمضي في طريقه. وأعرض عن الجاهلين في هذا وأمثاله واردة. وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، يعيره بأنه خال من هذه النقلة العربية، من هذه الشهامة العربية التي كانت تبثر العربية، بأن يغار على سمعة قومه وبأن يعمل على إفشاء مجدها. قال: فضحتنا بين العرب، نوقع له الخطاب. هذا هجوم معنوي يريد أن يؤثر عليه، ولأمر ما اختاروه، فقد كان أعلمهم بالسحر والكهنة والشعر، وعلمه ذاك يظهر في خطابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم، أي فشى فيهم خبر، ذاع فيهم خبر، طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. معنى هذا الكلام، هذا الماكر الكافر يخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكون سببا في فتنة وفي حرب داخلية بلسان عصر بين بطون قريش. فرق الجماعة، قال له: فرقت جماعتنا وعبت ديننا وشتت أمرنا وفضحتنا في العرب. فإذن فأصبحت قريش فيها مسلمون وفيها كافرون، فيها من ينتصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها من يحاربه. يقول: ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى حتى يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. ماذا يريد أن يقول بالتفصيل؟ يقول: إن البغضاء بين بطون قريش وخاصة بين المسلمين وغيرهم وصلت إلى حد يمكن معه بمجرد سماع صيحة حتى ينفخون في دعوة القومية لكي يسرقوا من الله. يقولون: العرب لا يجمعهم إلا عروبتهم وانتسابهم للعرق والدم والتاريخ المجيد، لا
من يقود هذه الدعوة؟ من يقودها؟ النصارى، الخواجات، سوريا وخلصونا، نصارى العرب عاشوا قرون طويلة تحت الحكم الإسلامي، معززين مكرمين، تعطاهم حقوق أهل الذمة، تعطاهم الحقوق التي حددها الله عز وجل، تحت الحكم العاض والجبري كان إخلال في حقوق الناس جميعا. ولا شك أن المفسدون تضرروا من هذا الحكم أكثر مما تضرر النصارى، فكان النصارى ولا يزالون حلفاء للغرب منذ نحو قرنين، ونصارى لبنان حلفاء لفرنسا، حلفاء للكنيسة الفرنسية، الكنيسة المارونية والكنيسة الفرنسية كانتا توأمين وكانتا تتعاونان، فكان النصارى في لبنان دسيسة في قلب بلاد المسلمين. وسبق النصارى إلى التعلم ودرسوا في الجامعات الغربية التي في بلاد الغرب، ثم التي اندثت والتي زرعت في قلب بلاد العرب، جامعة الإمارية في بيروت، جامعة الإمارية في مصر بعد ذلك، ومدارس تبشير هنا وهناك. تعلم النصارى في هذه المدارس قبل المسلمين، وأسسوا المطابع وألفوا الكتب والمجلات وأصدروا النشرات والجرائد، وتفوقوا فكريا على العرب، فسبقوا إلى التبشير، إلى جانب التبشير بالنصرانية والتبشير بالقومية. لماذا؟ لكي يسودوهم ويكون المسلمون تحت ذمة اليهود والنصارى. وإن تأملتم أحبتي ترون، وإن تأملتم تروا أننا فعلا تحت ذمة اليهود والنصارى في أيامنا هذه، والحرب مستعرة بين إخواننا في إيران، والكثرة الفجرة من أتباع المشي العفلق، ترون أن المسلمين يموتون في صف الجيش العراقي الذي يقوده كفار فاسقون فجرة، فنحن تحت ذمة من يأتمر في مخدرات الأمة، من يقود هذا الجيش يغزو به بلاد الإسلام، بلاد القومة الإيرانية. الله عز وجل أن يتمم لها ولنا جميعا في على وجه الأرض النصر. من النصارى دعاة القوميات، ومن تبعهم ممن لا دين له ولا خلاق، من المنتسبين اسمين ونسب الإسلام والإسلام منهم بريء، ينفقون في القومية لكي يخمد صوت الإسلام، ولكي يسودوهم ويقودوا، وحتى وقد حصلهم ذلك الآن في العراق في سوريا، حيث يحكم الحزب النصيري الذي كان بالأمس شريكا للنصارى، ثم تقلت العشائر النصيرية للحكم هناك بك القومية. يتعاقب أعداء الإسلام على هذه المطية الهينة، على هذه المطية الفكرية وهي القومية، يتعاقب عليها النصارى سواء الاشتراكيون واليوم في سوريا النصيريون، لكي تقود شعبا إلى مصرعه، ولكي تسود أمة. لما تحتاج؟ تحتاج أن تقنع الناس بأن الباطل هو الحق، بأن الحق هو الباطل،
لأن المعروف هو المنكر وأن المنكر هو معروف. وحي الفكري النظرية الحزبية القومية هذا سلاح ماض يستعمله بمهارة النصارى وأتباع النصارى في العراق، ويستعمله خلفاء النصارى على كرسي الحكم في سوريا وهم النصيرية. كذلك كان عتبة بن ربيعة الفاسق الفاجر الساحر الكاهن الشاعر خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شتت العروبة شتت قريش وقسم الناس حسب عقيدتهم ودينهم. ومن الشعر والسحر هذا التلوين في الكلام، وهذه الفصاحة العربية التي استعملها الكافر عتبة استعملها لكي يبلغ فكرته للناس ولكي يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم هذا الفصاحة العربية؟ والله ما ننتظر إلا مثل صيحة حبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتقاتل. كلام جذب وسيلة للتأثير على الفكر. في أيامنا هذه يبزنا النصارى في هذا الميدان، في ميدان الإعلام وميدان الإقناع الفكري. إن انتبهتم تجدوا أن جل بل قل كل إذا الاتفاع هنا عليه ما يصلنا من مجلات صورة مزينة ملونة مدخلة صناعة مكتوبة بعربية في متناول الجميع مسلحة بجيش للمراسلين لها أموال يظهر عليها الرجال. هذه المجلات، هذا الغني الإعلام الفكري، من يقوم عليها؟ من أين يأتي؟ من هم مدير هذه المجلات؟ نصارى لبنان. من يقود الصيحة القومية؟ النصارى من لبنان ومن سوريا وخلي من سوريا. فدعوتنا كيف تصبر أمام هذا التيار الجارف، أمام تيار الغزو الفكري؟ كيف تصبر؟ هل يكفي أن نصم آذاننا وأن نستغشي ثيابنا؟ هل يكفي أن نبقى صامتين ساكتين؟ كلا، بل يجب أن نتهيأ فكريا وتنظيميا وتربويا قبل كل شيء. ينبغي أن نستعد لاختيار العقول. يجب أن نجمع جهودنا كلها لنؤسس إعلاما إسلاميا يضاد ويحارب إعلام القويات السحر والكهانة والشعر. كانت في فهم العرب القريشيين أمورا ساذجة، سحر أو يساحر، يسحر الحق كما جاء في الحديث، يسحر فيؤثر في الناس، كهانة كاهن له رأي من الجن شيطان يأتي بالأخبار، الشاعر له ملكة اللغة وقدرة على صناعة الكلام تألف، لكن السحر وكهانة وشعر العصر الحاضر تتمثل في ماذا؟ تتمثل في عقول مكونة، في أموال يستقونها من أين؟ من الصهيون والعلم، يستقونها من أمريكا، بعضهم من اليسار الذين يأخذون أموالهم من روسيا. شعر الكهانة ومهارتهم في التحليل السياسي، مهارته في تلفيق الأخبار،
مهارته في تزوير الكذب الشعر، يتمثل في صناعته الإعلامية في الفنون إخراج الأفلام كما يكتب ذلك السيد الصهاينة، يفنون فن الإذاعة مع إذاعات الشرق والغرب، تجد إن لم يكن رئيسها النصراني تجد ريح النصرانية وروحها، وتجد روح القومية وريحها هي السائلة. يجب علينا معشر المؤمنين أن يكون لنا إعلان إسلامي قوي، وأن نستعد لجهاد الحجة، لجهاد المجادلة، لجهاد الرد عن الإسلام ونصر الإسلام بالكلمة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا أيام اهتمام، وكان يقول لسيدنا الثاني بن ثابت رضي الله عنه: قل اللهم انصره بروح القدس. وكان يناسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تكرم هذا الرجل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ما صدر منه في حقها كانت تكرمه وتقول: كيف أطرد رجلا كان يناسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب أن نبحث عن رجال لهم قدرة على التفكير وعلى عرض القضية الإسلامية عرضا يحبب الإسلام إلى النفوس، وعرضا يقنع الناس بحق الإسلام ويمحو من عقولهم باطلة القوميات وباطلة كل هذا غير الفكر. معشر المؤمنين أيها الإخوة، إن الإسلام قضية ناجحة، قضية رابحة، كيف وهي قضية رب العالمين، لكن محاميها وهم نحن المتكلمون بلسانها محامون فاشلون. فينبغي أن نتهيأ لكي ننصر قضية الله، ولكي نقوم بدعوة الله، ولكي نصبر على هذه الدواء. ثم يقول الكافر عتبة، يخاطب الرجل العظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحقره وينكره، يقول له: أيها الرجل، منذ قليل رأيناك تسماه صخلة، طفل مدلل، ثم الآن يقول: أيها الرجل. تنوين نفاق سحر هان سعر مكر. يقول: أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة، إن كان إنما بك الحاجة، انظروا إلى هذا الكلام المتقن، هذا أهل العربية الصحة، أهل العربية الزينة. إن كان إنما بك الحاجة، أي إن كنت إنما تحتاج إلى مال، جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباه، يعني الرغبة الشديدة في الزواج، وإن قال إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. رأيتم هذا التكتيك لإنسان العقل، هذا المكر شيطاني اليوم في الأول يريد أن يحطم معنويته، فستخلع وأنت شتت وأنت فعلت وأنت داء وأنت قل وأنت. ثم أيها الرجل رفع من مستوى الخطاب ليغريه بالمال بالنساء، يريد المال يجمع، يريد النساء أكثر. فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل غضب ذلك الغضب الطبعي؟ هل ثار؟ هل صاح؟ هل صرخ؟ هل استعمل الألفاظ البذيئة؟ هل سب؟ هل شتم؟ هل رد على سيئة الكاتب بسيئة؟ حاشا صلى الله عليه وسلم، حاشا من أمره ربه أن يدعو إلى سبيل ربه الحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتي أحسن، أن يستعمل إلا الأسلوب الإسلامي الرفيع العفيف الطاهر
قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الكافر فرغت كلمة واحدة مطمئنة لا رائحة فيها للشك ولا للتلعثم ولا للتردد ولا لرد فعل الغضب فرغت قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لا شك أن ننتظر من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يأتي بسلام بليغ ننتظر أن يكون الرد في بلاغته ونصاعته ونورانيته على قدر ما كانت الهجمة الساحرة الشاعرة الكاهنة من إسفاف وانخطاط ونذالة فأي كلام أعلى وأعز وأنور كلام الله عز وجل خاطبه للقرآن الكريم فذلك نحن أحبتي يجب أن يكون مرجعنا دائما مبدأنا وانطلاقنا ثم مرجعنا نرجع دائما كلام الله عز وجل منه نستلهم الرفض ومنه نستلهم البلاغة ومنه نستلهم الحجة لا أتصور أن الإعلام يكون إسلاميا إن هو فبنى لغة الخواجات لغة القوميين والنصارى هذه اللغة المنيوزة أنا أكرهها كراهة كبيرة وأشعر أحيانا بغثيان معنوي عندما أقرأ وقلما أقرأ ولا أحب أن أتفرغ لهذا الأمر ولا أن أكثر منه عندما أقرأ تعليقا كتبه الخواجات خاصة في شؤون العرب الإعلام القومي العربي عبارة عن مستنقع كريه فيه روائح المال التهويني فيه روائح المكر فيه روائح الدعاية المفترات التي يشارك فيها أيضا أمراؤنا ورؤساؤنا وملوكنا أقول لا وأنسب إلى أنفسنا وأقصد الحاكمين على المفسدين رغم أنف المسلمين وإلا فأنكر النكر أن تنسب إلى نفسك من أمارة الله عز وجل أن تقاطعه وأن تدعوه إلى الله فإن أبى تحاربه نكرههم في الله أعداء ونكره المتآمرين معهم ونكره من يدفعهم ونكره صنائعهم من رجال الإعلام القوميين التقدميين الوثائقيين الاشتراكيين الذين تجد صحفهم هذه الرخيصة البذيئة الغريبة تجدها مملوءة بمدح أمراء البترول بمدح حكام الجور والعض والجبر أجاب الحبيب المصطفى بأبلغ كلام وأفضل كلام كلام رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود نقرأ ما أنزله ولخصه رأي يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروه فويل المشركين الذين لا يؤمنون من عنده مصحفنا حفظت القرآن بسرعة عندما أتلوه بسرعة أتلوه هكذا وعندما أقف
لأكلها وهكذا بالتفصيل تحتاج. وإن المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، ولئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين واجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. انظروا إلى هذا الكلام، هكذا ما تلوت، هكذا من تلوت ما غلطت فيه. طيب الحمد لله على كل. انظروا إلى هذا الكلام ما أنوره وما أحسنه وما أعلاه، وانظروا أحبتي كيف تتطابق صورة الإعراض وصورة الأذى في قريش مع الصورة التي قرأناها في أول جلسة من قوم نوح. ماذا قال المشركون كما فسر الله عز وجل في هذه الصورة فصلت؟ ماذا قال المشرك قريش؟ قالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه، يعني هذا الكلام لا نفهمه لا يصل إلى قلوبنا، وفي آذاننا وقر. قارنها بقول قوم نوح بقول الله عز وجل يحكي شكوى عبده الصالح نوح عليه السلام قومه حين قال جعلوا أصابعهم في آذانهم هنا وفي آذانهم مقر في سورة نوح، واستغشوا ثيابهم هنا ومن بيننا وبينك حجاب. سمعت لهذا السيد بن عباس من كان يجعلنا حجابا بينه وبين رسول الله فمن لا يعرفه وبين رسول الله نوح عليه السلام صلى الله عليه وسلم ابن النبي المرسلين، كانوا يضعون ترسون ثيابهم يضعون قناعا على وجوههم لكي لا يعرفه. تذكرون هنا تقول نفس صورة نفس الإعراض. تعمل إننا عاملون هنا في صورة نوح وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم قل إنما أنا أقول ثم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروه. هل يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم من لدنه هو من علمه هو لا بل يعتمد على الله عز وجل؟ أوحى إليه ربه هكذا خاطبهم، فمقابل السحر والكهنة والشعر ماذا؟ كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كان هو الحجة يومئذ وهو الحجة اليوم ودائما وأبدا فهو كلام رب العالمين. لا إذا كانوا عربا فصيحي اللسان فكانوا يفهمون القرآن عندما يتلى عليهم، فلذلك كانوا يصعقون من سمعه ويخشون أن يسمعه لأنه يؤثر بفصاحته ونورانته في قلوبهم فكانوا يهربون. أما اليوم فعرب اليوم من قوميين هم عزم عزم العربية وليس عربية، وفكرهم ليس فكرا، فكر مطرم وعربية عوجاء وعرجاء سوهاء. فخطابنا إياهم بالقرآن الكريم لم يفهموا منه شيئا، فنعتمد على الخطاب القرآني فيما بيننا ثم نترجمه لهم، نحاجه بالقرآن الكريم بمعاني القرآن الكريم. لو كانوا عربا أصحاحا لكفى أن تتلى عليهم بصورة فصلت لكي
نقارن بين لغتهم ولغتنا، بين إيديولوجيتهم وديننا، بين أفكارهم وعلمنا. سمع عتبة ما تلاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم المجيد، فقال عتبة: حسبك يكفي، حسبك يكفي. لا شك أن الكافر أجلي، وقد كان ذواقة لعربية وحلاوة، وقد كان شاعرا. قال: أمسك، حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ الدمج ماذا فعلت؟ على أي نسبة حصلت؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته، أي ما تركت نوعا من أنواع الكلام ولا فن من فنون القول إلا وصلته معه. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: لا والذي نصبها بنية، لا والذي نصبها بنية، أي الكعبة، بنية بمعنى مبنية، كانوا يعظمون الكعبة وكانوا يحدثون بها. لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذا حتى كان مثلا وما فصاحته وبلاغته، لكنه فهم الإنذار، وكانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أمين، ما كذب قط. فإنما أنذرهم خافوا، لأنهم ما جربوا عليه الكذب. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ استدعاهما، كانوا بعيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يؤنبون مقدمهم، فاعلهم، فاحرهم: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. هذا أخذ الله عز وجل بلبه وطمس على فؤاده، فما علم ما سمع إلا هذا الإنذار الصديق. إن كلام الله عز وجل كلام القوي العزيز، وهو كلام القوي، فعندما يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصوم المؤيد